بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى مفهوم الشعاع للرابعة، سوف نقدم درس شامل بتهيئة ونشاط من الكتاب المدرسي صفحة 187 رقم 1، وسوف نرى حوصلة معنى قاعدة، ثم نرى تطبيق صفحة 196 رقم 2. هناك بعض التلاميذ قالوا لي على طرحوا لي عديد من الأسئلة عن مواقع اللي فيها اختبارات ومواضيع للشهادات وكذا وكذا. قد أتيت لكم بموقع جيد جدا رائع، هذا هو الموقع، هذا هو رابط الموقع www.dirasa.dz.com، وهذا هو رمزه، هو موقع تكتبون هذا على البحث على 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 الانترنت، سوف تجدون هذا الموقع، او على الصفحه في الفيسبوك، صفحه في الفيسبوك وهو عنوانها مدرستي في منزلي، وهي مجموعه وليست صفحه، تقدم جميع دروس وتقدم مواضيع وكل شيء فيما يخص التعليم من المتوسط، من التحضير الى الثانوي. نبدا مع درسنا اليوم على بركة الله. تهيئة، لاحظ جيدا، سوف نرى هنا ما هي الأشياء التي أحتاجها في هذا الدرس. في هذا الدرس سوف أحتاج إلى إنشاء مستقيم يشمل النقطة سي ويوازي أبي. يجب علي أن أنشئ مستقيم يشمل سي ويوازي ماذا؟ يوازي أبي. هنا في هذا الدرس اخترت هذا السؤال لأنه يساعدني على الإنشاء، معناه إذا ما لم أكن أعرف إنشاء التوازي معناه لا أستطيع أبدا ماذا أن أفهم درس الشعاع. الآن ننشئ مستقيم يشمل سي ويوازي أبي. هناك طريقتين، طريقة المدور وطريقة الكوس. سوف أستعمل طريقة المدور اللي هي سهلة، معناه آتي بالمدور وأقوم بماذا أضع هنا رأس المدور، ثم ماذا؟ ثم أخذ ماذا؟ هذا الطول، هذا الطول ماذا أفعل له؟ أضعه مباشرة هنا بهذه الكيفية هكذا، وأضع هنا قوس بهذه الكيفية قوس، ثم ماذا؟ أن أذهب وأخذ هذا الطول الذي بين A و C هكذا، وأين أضعه؟ في المقابل هنا بهذه الكيفية، ثم أنشئ قوس هكذا بهذه الكيفية. نقطة التقاطع هي نفسها ماذا؟ هي نفسها التي أربطها مع C وأتحصل على مستقيم يشمل C هكذا، يشمل C ويوازي ماذا؟ يوازي A B بطريقة بسيطة جدا. هذا هو التوازي بطريقة المدور، لقد أنشأته. الآن عين سي فتحة صورة النقطة سي بالانسحاب، هذا درس في الثالثة متوسط. عين النقطة سي فتحة صورة سي، معناتها هذه سي فتحة صورة سي بالانسحاب الذي ماذا؟ الذي يحول A إلى B. لاحظ جيدا وركز معي، الذي يحول A إلى B معناه كما حولنا A إلى B نحول C إلى C فتحة. لاحظ جيدا، كما حولت A، أين هي A؟ ها هي A. لاحظ جيدا، هذه هي A. قال كما حولت A إلى B ماذا أحول؟ أحول C إلى C فتحة، معناه الانسحاب. الانسحاب يحافظ لنا على الطول، معناتها هذه AB، هذا الطول AB يأتي هنا ويحافظ لنا عن التوازي، معناه هذا التوازي يجب أن يكون لي التوازي، يحافظ على الطول وعلى ماذا؟ وعلى التوازي وعلى الاتجاه. ما لم يقل B إلى A بل قال A إلى B، معناه كان هكذا، كما سحبت A إلى B يجب علي أن أسحب C إلى C فتحة، ولكن لا يجب علي سحبها هكذا أو هكذا أو هكذا،
أو هكذا، وإنما يجب علي التوازي، أن أسحبها على هذا المستقيم. لماذا؟ لأن هذا المستقيم يوازي هذا، وبنفس ماذا؟ الطول، بنفس الطول. معناتها يجب علي أن أحمل هذا الطول، سوف أحمل هذا الطول مباشرة هكذا بالمسطرة، نقوم بقياسه وأضع هذا الطول هنا بهذه الكيفية، وأسحب ماذا؟ سي فتحة. لماذا؟ إلى سي، سي عفوا، إلى سي فتحة هكذا، أسحبها هكذا. هنا تأتي ماذا؟ سي فتحة. هنا تأتي ماذا؟ سي فتحة بهذه الكيفية. معناه ماذا فعلت؟ بنفس الطول، معناه هذا الطول، هذا هو الطول بين A و B، أضعه هنا وأسحب صفة سي على صفتها، معناتها بهذه الكيفية. ولكن ماذا استعملت في الأول؟ استعملت ماذا؟ التوازي، يوازي، لأن لدي هذا يوازي هذا. هذا ما نراه في التهيئة، سوف نحتاج هذه التهيئة. الآن لنذهب إلى النشاط، هذا النشاط صفحة 187 رقم 1. الآن النشاط ماذا قال؟ لاحظ جيدا، أنشئ أم فتحة وسي فتحة صورتي أم وسي بالانسحاب الذي يحول A إلى B. أنشئ أم فتحة سي فتحة صورتي أم وسي بالانسحاب الذي يحول ماذا؟ A إلى B. معناه يجب علي أن أنشئ ماذا؟ أم فتحة صورة ماذا؟ أم بالانسحاب. لاحظوا جيدا لهذه العبارة، الذي يحول A إلى B، معناتها هذه العبارة هي التي سوف تساعدني. يحول A إلى B، ما معنى يحول A إلى B؟ معناه كما هكذا، كما حولت A إلى B هكذا، معناه A كانت هنا، A كانت هنا، كما قمت بتحويلها إلى B، أقوم بتحويل آم إلى آم فتحة، أقوم بتحويل آم إلى آم فتحة. الآن لاحظ جيدا، لنقوم بسحب آم، لكي أقوم بسحب آم إلى أي مسار أسحبها، هكذا أم هكذا أم هكذا أم هكذا أم إلى أي مسار، سوف أنشئ المسار. المسار هو التوازي، التوازي يجب أن أنشئ مستقيم يوازي آم، عفوا، يشمل آم ويوازي آبي، مثل ما فعلنا هنا في التهيئة مباشرة. أنشئ مستقيم يشمل آم ويوازي آبي، سوف آتي بالمدور أو الكوس كيف ما شئتم. الآن سوف نأخذ ماذا؟ نأخذ هذا الطول كما هو هكذا، نأخذ الطول هذا كما هو. لاحظوا جيدا معي لكي يكون الرسم دقيق، هذا الطول أضعه أين؟ هنا بهذه الكيفية. لاحظوا جيدا، أضع قوس هكذا، ثم ماذا؟ ثم آخذ هذا الطول، لاحظ جيدا معي، هذا الطول من آم، فقط طريقة التوازي التي رأيناها في التهيئة. هذا الطول، لاحظ جيدا، هذا الطول أين أضعه؟ في المقابل هنا، وأنشئ ماذا؟ مستقيم قوس هكذا، يشمل القوس الأول في نقطة. معناه فقط هذا الطول أضعه هنا، والطول هذا أضعه هنا، فقط هذا الطول أضعه هنا بهذه الكيفية مباشرة. الآن ننشئ هذا المستقيم الذي يشمل آم وهكذا، لاحظ جيدا معي بطريقة بسيطة، لاحظ. الآن هذا هو المسار، هذا هو ماذا؟ المسار، مسار ماذا؟ مسار آم، من صورة آم فتحة، معناتها مسار الانسحاب، آم فتحة آم هنا، سوف أسحبها في هذا المسار، على هذا المسار. معناه الحل الأولى لكي أنشئ الانسحاب يجب علي التوازي، معناه هذه المسافة
تكون تساوي هذه وتكون تساوي هذه، معناتها بهذه الكيفية المسار. بعد ذلك بعدما وجدت المسار الذي أسحب فيه أذهب وأرى الاتجاه من أين أسحبها، من الفوق أو من الأسفل. لاحظ ماذا قال، قال من آ إلى ماذا، آ إلى بي، معناه من هنا إلى هنا، هكذا هو قال من آ إلى بي، معناه أسحبها إلى الأعلى هكذا الاتجاه. الآن أسحبها في الاتجاه العلوي، ولكن المسافة بقيت لي هنا أم هنا أم هنا أم هنا، أين؟ معناه يجب علي أن آتي بماذا؟ يجب علي أن آتي بالمسافة التي بين آ وبي، نأتي بالمسطرة أو المدور ونأتي بالمسافة هذه وأضعها هنا بهذه الكيفية. الآن ألاحظ أن آن فتحة، أين تأتي آن فتحة؟ هنا في هذا المكان، هنا على الطول هذا، آن فتحة تأتي هنا، هذه هي آم فتحة، صورة آم بالانسحاب الذي حول آ إلى بي. الآن لاحظ سي فتحة صورة سي، معناتها الصورة تاع سي بالانسحاب الذي يحول آ إلى بي بنفس الطريقة. يجب أولا أن أنشئ التوازي، معناه المستقيم الذي يشمل سي ويوازي آ بي، لأن هنا هذه هي سي. لاحظ جيدا معي، كما سحبت آ إلى بي أسحب سي إلى سي فتحة، ولكن أسحبها في هذا الاتجاه، في هذا المسار، أم هذا أم هذا أم هذا إلى غير ذلك، لا أعرف أين أضع سي، سي فتحة. معناه يجب علي أن أنشئ التوازي، ما معناه يجب علي أن أخذ هذا الطول كما هو بهذه الكيفية، أخذه ثم ماذا، ثم أضعه أين؟ أضعه هنا. لاحظ جيدا معي، أضع هذا في المقابل هنا هكذا، أضع هذا الطول في المقابل بطريقة بسيطة جدا، ثم ماذا أخذ، ماذا أيضا، هذا الطول هذا أضعه في المقابل، معناه كأنني أنشئ متوازي أضلاع، أنشئ ماذا، متوازي أضلاع هكذا. معناه المسار، لقد أنشأت المسار، ها هو المسار الذي أسحب فيه ماذا، سي فتحة، هذا هو المسار. الآن هذه سي فتحة، هذه سي فتحة كما نقول، هذه مثلا، عفوا سوف أنشئها باللون الأخضر، لاحظ جيدا، هذه النقطة سي فتحة، هذه وجدت المسار الذي أسحبها فيه هكذا أو هكذا، ولكن أيهما الاتجاه، من الأعلى أو من الأسفل؟ بطبيعة الحال من الأعلى، لأنه قال من آ إلى بي، معناه أسحبها إلى الأعلى، ولكن أين هنا أم هنا أم هنا أم هنا، وأين هو ماذا، أين هو ال، أين أضعها المسافة، أين؟ معناه آتي بالمسافة هذه بالمدور أو المسطرة وأضعها هنا هكذا، سوف أنشئها بلون مغاير لكي تأتي واضحة. لاحظ جيدا هذه المسافة أين أضعها، أضعها هنا بهذه الكيفية، هذا ما يسمى بالانسحاب. لاحظ جيدا أين تأتي، تأتي في هذا المكان هنا، في هذا، عفوا هذه بسي، تأتي هنا سي فتحة بطريقة بسيطة جدا، هذه هي سي فتحة. لاحظوا الآن معي ماذا قال، الانسحاب الذي يحول آ إلى بي، لاحظ جيدا هذه، هذه الذي يحول ماذا، آ إلى بي، هذه العبارة، لاحظ جيدا أصبحنا نسميها الانسحاب الذي شعاعه آ بي، معناه
في الثالثة متوسط كنا نقول يحول أ إلى ب. في هذه السنة لا نقول يحول أ إلى ب، نقول الذي شعاعه ماذا؟ أ ب. ها هي يحول أ من أ إلى ب بهذه الكيفية، هكذا أ ماذا؟ ب، هكذا من أ نحو ب. معناه هذه السنة نبقى لا نعود لا نقول أن يحول أ إلى ب، معناه نقول الشعاع أ ب، معناه هكذا هذه تعود لنا هذه الكلمة فقط. أصبح شعاع ورمزه يجب علي أن أضعه هكذا، هكذا هذا هو الرمز، من هنا السهم من هنا، معناتها من أ ينطلق من أ ويصل إلى ب، ينطلق من أ ويصل إلى ب. الآن نقول أن المستقيمة ABCC فتحة أم أنفتحة لها نفس المنحة، معناتها هذا AB وCC فتحة وأم أنفتحة لهما نفس المنحة. ما معنى المنحة؟ لاحظ جيدا تعريف الرياضيات للمنحة، المنحة هو ماذا؟ هو مجموعة من المستقيمات المتوازية. المنحة هو ذلك المسار الذي كنت أنشئه، المنحة هو المسار، ذلك المسار الذي كنت أنشئه، معناتها التوازي. ما هما معناه؟ لهما نفس المنحة، معناتها نفس معناتها متوازيان. بمعنى ماذا؟ مثلا قلنا سي سي فتحة يوازي أ، بمعناه لهما نفس المنحة، معناتها هذه المسافة تساوي هذه المسافة وتساوي هذه المسافة، هذا ما يسمى بالمنحة. معناه المنح معناه لهما نفس المسار، نفس المسار ماذا؟ يمشيان على مسار واحد، أي يمشيان في توازن، هذا هو ما معناه المنحة، معناه لهما نفس المنحة، معناتها متوازية. الآن أنصاف المستقيمة A B C C فتحة أم أم فتحة لها نفس الاتجاه، لاحظ جيدا هذا ينطلق من هنا ويصله إلى هنا، C C فتحة أيضا من أين ينطلق؟ ينطلق من C ويصل إلى C فتحة، هذا هو الاتجاه، وأم ينطلق من أم ويصل إلى أم فتحة، معناتها لهم نفس الاتجاه. معناه نستنتج أنه ماذا؟ أن الانسحاب لاحظ جيدا، الانسحاب يحافظ لي على ماذا؟ لاحظ جيدا معي، الانسحاب يحافظ لي على ثلاثة أشياء. أولا نفس الاتجاه، معناه إذا حولت A إلى B كلهم أحولهم إلى الجهة العلوية. ثانيا يحافظ علي على المنحة، معناتها نفس المسار. وثالثا نفس الطول، معناه هذه كلها متقايسة، أم أم فتحة تقايس سي سي فتحة تقايس أبي، لأنهم كلهم أتوا من الانسحاب الذي شعاعه أبي، معناه هذه الأشياء التي سوف أحتاجها. ننتقل الآن إلى الحوصلة ونرى على ماذا تحصلنا. الآن أقوم بالحوصلة، معناه آتي بالنتيجة التي تحصلت عليها. A و B نقطتان مختلفتان من المستوي، ما معنتها؟ معنتها A هنا مثلا و B هنا، هكذا A و B مختلفتين ليست واحدة فوق الأخرى. الانسحاب الذي يحول A إلى B، معنتها الذي يحول لنا النقطة A، هكذا الانسحاب الذي يحول لنا النقطة A إلى B ماذا يعرف؟ يعرف بالشعاع، يعرف شعاعا، معناه هذه الكلمة يحول A إلى B كيف تعرف؟ تعرف بشعاع، شعاع نرمز له بالرمز E مثلا، هكذا معناه الانسحاب الذي يحول A إلى B نرمز له بالشعاع U فقط. مثلا كما كان سابقا كان لدينا مستقيم هكذا عليه نقطتان A B مثلا، هذا مستقيم
كنا نسمي المستقيم مثلا دي ونضعه بين قوسين فقط، هذا تسمية المستقيم. لكن اليوم الآن هذا الشعاع بما أنه ليس مستقيم شعاع نرمز له هكذا حرف وفوقه سهم، معناتها ينطلق من أ إلى ب، شعاع يسمى شعاع. الثنائية النقطية أبي، ثنائية نقطية. ما معنى ثنائية؟ معناتها هي تتكون من نقطتين، ثنائية من نقطتين هكذا أ ب، هذه تسمى ثنائية نقطية. تعين لنا شعاع نرمز له بالرمز أبي، تعين لنا ماذا؟ شعاع نرمز له بالرمز أبي هكذا أ ب. والشعاع أين يذهب؟ هكذا من، لاحظ جيدا، من لاحظ اتجاهه في بي، معناتها من أ نحو بي، معناه أرسمه هكذا من أ نحو بي، معناه انطلق من أ نحو بي هكذا من أ نحو بي فقط بهذه الكيفية. نقول أن الشعاع أبي ممثل شعاع إي، معناتها هذا أبي هو ممثل شعاع إي، معناتها متساويان، ونكتب إي تساوي أبي، إي تساوي أبي، هم نفسه هو نفسه، معناه هذا يسمى بنقطتين وهذا بحرف واحد. قلت لكم مثل المستقيم، لو أنشئ هنا مستقيم هكذا، مستقيم يشمل أول أبي. هناك من يقول لي أسمي هذا المستقيم أبي هكذا، وهناك من يقول لي سوف أسميه دالتا أو دي أو غير ذلك. بنفس الكيفية في الشعاع، نسميه أبي أو أطلق عليه اسم آخر نفس الشيء. الاتجاه من أ إلى بي، معناتها هذا الاتجاه من الجهة العليا هو اتجاه شعاع إي، معناتها هذا إي وهذا أبي نفسه لديهما نفس الاتجاه، ينطلقان من أ نحو بي. منح المستقيم أبي هو منح الشعاع إي، معناتها لهما نفس المنحة، هذا إي وهذا أبي لهما نفس المنحة، معناتها التوازي جاي، معناتها واحد ينطبق على الآخر، معناتها لهما نفس المنحة، معناتها نفس المسار، هذا الانسحاب لديه أبي وإي لديهم نفس المسار، يمشيان على مسار واحد أو نقول طريق واحدة. طول القطعة أبي هو طول الشعاع إي، طول القطعة أبي هو طول الشعاع إي، معناتها لهما نفس الطول، هذا أبي وهو إي، بما أنهما منطبقان متطابقان فإن لهما نفس الطول. الانسحاب الذي شعاعه أبي، شعاعه أبي هذا هو الذي يحول أ إلى ب، معناه هو الذي يحول لنا ماذا؟ يحول لنا أ إلى ب، معناتها هذا يحول لنا أ إلى ب بهذه الكيفية. معناه هنا نستنتج، ماذا نستنتج من هذه الحوصلة؟ الحوصلة نستنتج أن الانسحاب كما قلنا في النشاط أنه يحافظ لنا على الطول، ها هو الطول، يحافظ على الطول ويحافظ علينا ويحافظ لنا على المنحى أو المسار، يحافظ لنا على الاتجاه، هذه هم ثلاث أشياء التي يحافظ عليها الانسحاب. الآن سوف نذهب إلى تطبيق لترسيخ الأفكار. الآن التطبيق هو من رقم، هو رقم 2 صفحة 196 A B C، ثلاث نقاط ليست في استقامية، معناتها هكذا لا تشكل لنا مستقيم. عين النقطة دي صورة C بالانسحاب الذي شعاعه B A، معناه شعاعه B A، وعين النقطة K صورة B بالانسحاب الذي شعاعه A. سنبدأ بالأولى، قال دي صورة C، معناتها C سوف أنشئ لها صورتها، سوف أنشئ لها هذه سي، سوف أنشئ لها صورتها، هذه الصورة أسميها ماذا؟ دي. ولكن أين أضعها عندما أنشئ لها صورتها؟ لاحظ ماذا قال، بالانسحاب الذي شعاعه بي أ، لاحظ شعاعه ماذا؟ بي أ هكذا. معناه أفهم ماذا؟ أفهم أن هذا الشعاع بي أ ينطلق من بي ويصل إلى أ. أول شيء أذهب وأرسمه، بي أ ينطلق من بي ويصل إلى أ هكذا، هذا هو الشعاع، بي أ ينطلق من بي ويصل إلى أ. لماذا وضعت السهم هنا؟ لأنه فوق الأ، يعني هو النهاية، ينطلق من بي ويصل إلى أ. معناه هو السؤال هنا يقول لك أنشئ صورة هذه سي كما سحبت بي إلى أ
اسحب لي سي الى ماذا؟ الى دي، الى دي مباشره. معناه ماذا افعل؟ اول شيء افعله، لاحظ جيدا، المنحى، معناتها المسار. المسار، ما معنى المنحى؟ معناه توازي، معناه انشئ مستقيم يشمل سي ويوازي ابي، كما فعلت في التهيئه وفي التطبيق، اتي وانشئ التوازي، فقط هذا الطول اذهب واضعه في المقابل هكذا، اضعه هنا واضع ماذا؟ اضع قوس بهذه الكيفية، لاحظوا جيدا معي، أضع قوس، ثم ماذا؟ ثم أخذ هذا الطول بهذه الكيفية، وأين أضعه؟ أضعه هنا بهذه الكيفية البسيطة جدا، لاحظ جيدا، معناه لقد أنشأت ماذا؟ أنشأت التوازي أو المسار، ها هو المسار، لاحظ جيدا معي، هذا هو المسار الذي أسحب فيه سي، هذا هو المسار الذي أسحب فيه ماذا؟ سي، هذه سي أسحبها على هذا المسار، ولكن أين؟ جهة العليا أم جهة السفلى؟ لاحظ الاتجاه إلى الجهة ماذا؟ العليا، معناه أسحبها في الشعاع هكذا في الجهة العليا، ولكن الجهة العليا أين أتوقف؟ هنا أم هنا أم هنا أم هنا؟ ماذا أفعل؟ آتي بماذا؟ آتي بالطول AB، معناه يجب الإتيان بالطول AB، هذا الطول آتي به وأضعه هنا هكذا، معناه سي تذهب على هذا المسار في الاتجاه، ثانيا ماذا قلنا؟ اتبعنا الاتجاه، ثم ثالثا نأخذ ماذا؟ الطول، الطول ماذا؟ AB، ما انتهى، الاتجاه هو من ماذا؟ من B نحو A هكذا، معناه هكذا، من B نحو A، معناتها للأعلى من هنا أيضا. والطول ماذا؟ هنا يأتي، هنا تأتي النقطة ماذا؟ ك، هنا تأتي النقطة، عفوا دي، هكذا النقطة دي، صورة سي بالانسحاب الذي شعاعه بي أ، من أ نحو، من بي نحو أ، من سي نحو دي. الآن نذهب إلى سؤال ثاني، عين نقطة ك صورة بي، معناتها الآن صورة تاع بي بالانسحاب الذي شعاعه ماذا؟ AC، الانسحاب الذي شعاعه AC، لاحظ جيدا ماذا قال؟ شعاعه ماذا؟ AC، AC معناتها، لاحظ جيدا معي، AC شعاعه AC، يعني معناه من A نحو C هكذا، من A نحو C يجب علي إنشاء، هكذا من A نحو C، والسهم أين يأتي؟ فوق C هكذا. الآن قال بهذا الانسحاب الذي شعاعه AC أنشئ صورة B، معناه كما سحبت ماذا؟ كما سحبت A إلى ماذا؟ كما سحبت A إلى C أقوم بسحب B إلى K، معناه يجب علي أن أنشئ المسار، هذا المسار، هذا المسار هو مستقيم يوازي AC، بما أننا أنشأنا كيفية التوازي معناه سوف آخذه هكذا فقط، لاحظ جيدا، توازي هذا يكون يوازي هذا بهذه الكيفية التوازي، ثم ماذا؟ ثم ماذا ينقصني؟ لقد أنشأت التوازي الذي هو ماذا؟ المنحى، ماذا ماذا ثانيا؟ الاتجاه، الاتجاه معناه ب أين أسحبها، الفوق أم أسفل؟ لاحظ جيدا السهم أين يأتي؟ إلى الأسفل، معناه أسحبها هكذا الاتجاه، ولكن أين؟ يجب علي الآن ماذا؟ الطول، الطول AC، معناه آتي بالطول AC، هذا الطول AC وأضعه هنا، لاحظ جيدا معي، هذا الطول AC هكذا، هذا الطول AC،
معناه أين تأتيك تنسى أسحبها، لاحظ جيدا أسحبها هكذا، الطول A سيأتي هنا وأسحب النقطة B بهذا الطول هكذا، هنا تأتي النقطة ماذا؟ ك بهذه الكيفية. سحبت C إلى D بالشعاع BA، من B نحو A هكذا، من B نحو A هكذا، وقمت بسحب ماذا؟ سحب B نحو K بالشعاع AC، معناتها بهذا الشعاع بهذه الكيفية. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس الشامل نحو الشعاع، تعريف شعاع إلى غير ذلك. أعيد لأنصحكم بالموقع الذي قلت لكم عليه، الدراسة دي زاد عفوا، الموقع الذي قلت لكم عليه في الأول اللي هو هذا الدراسة dz.com، هو يحتوي على ماذا؟ على اختبارات، فروض، مواضيع، كل شيء، وهذا هو رمزه، شعاره. وهناك صفحة على الفيسبوك تسمى مدرستي في منزلي، على هذه هي شعارها، وهي تقدم كل الدروس وكل المواضيع والمذكرات إلى غير ذلك. هي مفيدة للأساتذة ومفيدة للتلاميذ بصفة عامة، من التحضير إلى الثانوي إلى شرح آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه.